قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعديد من الحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية اتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة أثناء فصل الصيف. وتأتي تلك الجهود في إطار سعيها المتواصل لتوعية المواطنين والمقيمين بكل احترافية وكفاءة. تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودها التوعوية بكل احترافية وكفاءة لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية مقدرات الوطن ومنجزاته. وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعديد من الحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية اتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة أثناء فصل الصيف. تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني لتحقيق هدفها المنشود وهو حماية الأرواح والممتلكات، لذلك أطلقت الإدارة العديد من الحملات التوعوية المستحدثة في أمور السلامة العامة، تمثلت في حملة السلامة في المصانع والورش، بالإضافة إلى حملة السلامة في برك السباحة، بالإضافة إلى حملة السلامة في المركبات. وتم التركيز على حملة السلامة لربات البيوت، وذلك بتوعيتهم عن حرائق المكيفات والأجهزة الكهربائية خلال موسم الصيف بالتنسيق مع المحافظات الأربع في المملكة. وتؤكد الإدارة نشر الوعي من خلال البرامج والفعاليات المختلفة اللي تقدمها الإدارة لجميع فئات المجتمع، وأن الإدارة العامة للدفاع المدني مستمرة طوال العام في القيام بهذه الحملات سواء في فصل الصيف أو الشتاء، وذلك من أجل نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين في المملكة. تقوم إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بمباشرة جميع البلاغات خلال 24 ساعة على جميع محافظات المملكة، وسرعة الاستجابة لهذه البلاغات بسرعة الوصول للموقع وعمل اللازم وحماية الأرواح والممتلكات في مملكة البحرين. ونفذت الإدارة مؤخرا العديد من الحملات التوعوية التي أثرت إيجابيا بعدد البلاغات التي استقبلتها الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الفترة الأخيرة، إذ قلت البلاغات الخطيرة وخاصة في حرائق الورش والسكراب. للتوعية دور هام جدا في حماية الأرواح والممتلكات، وتسعى الإدارة العامة للدفاع المدني أن تجعل في كل منزل رجل إطفاء ملم في مبادئ السلامة العامة. يأتي تكثيف هذه الحملات التوعوية لنشر المفاهيم الوقائية والوعي المجتمعي عبر نشر الإرشادات الواجب اتباعها خلال فصل الصيف، فهي شراكة مجتمعية وأمنية وجهود متواصلة للحفاظ على أمن وسلامة كافة أفراد المجتمع.